أيضا في المنطقة الشمالية الغربية أيضا، وأيضا كانت هناك غارة ثالثة في المنطقة الشمالية الشرقية بالتزامن مع إطلاق نار عنيف وقصف مدفعي متواصل من البر، وأيضا مشاركة الزوارق الحربية الإسرائيلية بشكل ملحوظ في القصف خلال الساعة الأخيرة. هناك إطلاق نار عنيف الآن يبدو مع مرور الوقت، مع تقدم الوقت في العملية البرية تزداد حدة الاشتباكات العنيفة وأيضا الإطلاقات العنيفة والتبادل القصف بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. القوات الإسرائيلية لا تقتصر على البر بل تستخدم أيضا الجو عبر القصف المروحي وأيضا القصف. هون تسمعون أصوات القصف القادمة، وتحديدا في الدقائق الأخيرة كانت هناك تتركز في المنطقة الشمالية الشرقية في محيط مخيم جباليا وأيضا في محيط بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة وشرق مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وأيضا في شرق مدينة غزة في محيط حيي الزيتون والشجاعية، وأيضا في منطقة شمال غرب بلدة بيت لاهيا. هناك قصف عنيف جدا وهناك تقدم بطيء لهذه الآليات مع مواجهة ومقاومة عنيفة من المسلحين والمقاومين الفلسطينيين الذين لا يزالون يرسلون بياناتهم تباعا، ونحن نتلقى العديد من البيانات حول تبني هذه الفصائل لإطلاق عدد من القذائف باتجاه هذه القوات المتوغلة وإطلاقات النار وتبني. وتقول هذه الفصائل في بياناتها إنها توقع إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين الذين يتقدمون في هذه الدبابات الإسرائيلية. الآن صاروخ إسرائيلي من طائرة أباتشي، سوف تسمعون صوت الانفجار بعد وقت قصير. صوت الانفجار الآن، طائرة أباتشي تطلق صاروخ في المنطقة الشمالية من مدينة غزة غير بعيد عنا. سمعنا صوت الانفجار بشكل قوي جدا. طائرات الأباتشي تحلق بكثافة في سماء مدينة غزة وتطلق بين الحين والآخر صواريخها. لا نعرف ما الهدف الذي تم استهدافه في هذه المنطقة، والآن تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي وتحديدا الطائرات المروحية الأباتشي. أجواء بالفعل من الحرب كما يقول الفلسطينيون، حرب مفتوحة من البر والجو ومن البحر. يتم استهداف مناطق خارج مناطق التوغل في واقع الأمر. المنطقة التي تم استهدافها قبل قليل من هذا الصاروخ هي قريبة من وسط مدينة غزة، يعني في الجزء الشمالي من المدينة بعيد. والآن أيضا صاروخ ثاني، سوف تسمعون الانفجار بعد قليل. نحن بمتابعة مباشرة، صوت انفجار الآن. إذن طائرة الأباتشي تطلق صاروخا آخرا على هدف في الجزء الشمالي من مدينة غزة غير بعيدا عن المكان الذي نقف فيه في وسط المدينة. تامر، هل يتم استهداف مناطق بعينها أم مناطق مختلفة؟ يعني هناك استهداف لمناطق مختلفة. نحن تابعنا خلال الساعة الأخيرة أكثر من غارة في شمال وشرق وغرب وجنوب غزة، وهناك استهدافات مختلفة كما يصلنا، استهدافات لمناطق مفتوحة، لمواقع تم ضربها من قبل، وأيضا لمواقع يعتقد الجيش الإسرائيلي أن المسلحين الفلسطينيين يطلقون منها قذائف، وأيضا مسلحين فلسطينيين يعني يرابطون فيها. وهذا ما يتم من خلال هذا القصف المتواصل في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بشكل عنيف بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. والآن صاروخ آخر من طائرات المروحية، طائرات الأباتشي، وكما ترون وهج هذا الصاروخ. والآن هذا الصاروخ يطلق، وكما ترون حريق هائل جدا جدا في المنطقة الجزء الشمالي من مدينة غزة. لا نعرف ما الهدف الذي تم استهدافه. كما رأيتم حريق هائل وعمود وسحابة دخان كبيرة جدا اندلعت من
هو في المنطقة الشمالية من الجزء الشمالي من مدينة غزة. تامر هل يمكن أن نعرف مكان يعني هذا القصف بالتحديد، يعني بشكل مقرب بتحديد؟ يعني هذا المكان هو في الجزء الشمالي في محيط حي الشيخ رضوان وحي النصر في الجزء الشمالي من مدينة غزة، حي الشيخ رضوان وحي نعم. النصر، ولكن لا نعرف ما هو الهدف. هل واقع هي منطقة الأمر سكنية تامر؟ بالتأكيد هي منطقة سكنية مكتظة بالكثير من السكان، وربما الكاميرا لو وسعت الصورة بعض الشيء سوف ترى يعني المنطقة سكنية وفيها العديد من المنازل. وكما تبعنا نحن نتحدث عن قطاع غزة، هو من المناطق الأكثر اكتظاظا في العالم، وهذا المنطقة التي تم استهدافها هي وسط حي سكني قريب من المكان الذي نقف فيه. وكما تعلمون مدينة غزة هي كبرى مدن قطاع غزة، ويسكن فيها نصف مليون فلسطيني، وبالكاد ترى منطقة فارغة في غزة، فكل المناطق مكتظة بالسكان، وهذا ما رفع أعداد كبيرة من المصابين والشهداء من بين المدنيين الفلسطينيين، لا سيما أن المناطق التي تستهدف هي مناطق داخل الأحياء السكنية، وكما ذكرت حي نصر وحي الشيخ رضوان من الأحياء السكنية. نحن لا نعرف ما الهدف الذي تم الاستهدافه، ولكن سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد من هذه المنطقة في هذه الغارة، حيث تم استهداف هذه المنطقة بقرابة 3 صواريخ. لا نعرف حتى اللحظة ما هو هذا الهدف. إذن هي تواصل للغارات الجوية، وبالمناسبة هذا الحي هو خارج المنطقة التي توغل فيها القوات الإسرائيلية، هو في عمق مدينة غزة بعيد عن منطقة التوغل. إذن هي عبارة عن تعدد في الأهداف وتعدد في الغارات، تشمل المناطق التي تتوغل فيها برا وأيضا خارج إطار التوغل البري. يعني هل تتوفر لديك معلومات عن عدد الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين لحد الآن بشكل عام؟ يعني كان هناك ارتفاع متزايد في أعداد الشهداء خلال 8 أيام بشكل متصاعد ومتزايد. في حصيلة الشهداء هي حصيلة تقريبية في واقع الأمر في ظل الصعوبات الجمة التي تواجه الطواقم الطبية في تعداد دقيق مع تزايد أعداد الشهداء واتساع حجم هذه الغارات لتطال مناطق مختلفة، ولكن في آخر الإحصائيات كان هناك الحديث عن أكثر من 465 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 2300 مصاب بجراح مختلفة أصيبوا في هذه الغارات. الملاحظ أنه الارتفاع المتزايد في أعداد الشهداء من الأطفال ومن المدنيين وأيضا في أعداد المصابين. هناك هذه السحابة التي تتصاعد بشكل كبير جدا، لا نعرف هذا المكان إذا كان يعني تم استهداف بمناسبة هذا اليوم محطة للغاز وكان ذلك ومحطة للوقود واندلعت نيران كبيرة، لا نعرف إذا هذا المكان هو محطة لغاز أو محطة وقود، ولكن بكل تأكيد المكان الذي استهدف فيه هناك منطق فيه يبدو مواد قابلة كثيرة للاشتعال، الأمر الذي أدى إلى هذا الوهج وما تبعه من سحاب الدخان كثيفة جدا كما نتابعها على الهواء مباشرة الآن. نعم، بالعودة تامر إلى القصف الإسرائيلي الذي نشاهد آثاره اللحظة، هل هناك من استهداف لمقار حركة حماس؟ يعني بكل تأكيد تم استهداف العديد من المقار والمواقع التابعة لحركة حماس بشكل كبير جدا خلال عمليات القصف التي تواصلت على مدار 8 أيام، حيث تم استهداف مختلف المقار التابعة للحركة من مواقع أمنية ومواقع تدريب عسكرية وأيضا مقار حكومية ومقار مدنية، وتم استهداف فضلا عن ذلك أيضا منازل نشطاء حركة حماس وتحديدا نشطاء جناحها العسكري، حيث تم استهداف أكثر من 60 منزلا من نشطاء الحركة، وكان في أبرز الاستهدافات للمنازل هو استهداف منزل الدكتور نزار ريان في منطقة وهو أحد القيادات البارزة في حماس في مخيم جباليا قبل أيام عندما استشهد هو وزوجاته. تامر هناك عفوا نشاهد أن هناك انفجارات يعني تتكرر وحريق هناك يعني بشكل مكثف، ما هو طبيعة هذا الهدف بالتحديد؟
يعني كما ذكرت يبدو أن المنطقة التي استهدفت فيها مواد قابلة كثيرا للاشتعال، لا نعرف إذا كانت هناك محطة للوقود أو محطة للغاز، نحن بانتظار وصول هذه المعلومات. تحركت كما نشاهد عدد من سيارات الدفاع المدني والطواقم الطبية، ولكن أود الإشارة إلى أننا وصلتنا هذا اليوم وبالأمس مناشدات من الدفاع المدني طواقم، وقالت أنها تواجه صعوبات كبيرة في هذا الأمر في عمليات الإنقاذ بسبب أن العديد من المقرات تعرضت للقصف، وأدى ذلك إلى تدمير وتأثير وإحداث أضرار جسيمة بالعديد من معداتها، الأمر الذي يترك يعني صعوبات. الآن أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية تشارك في عمليات القصف بالتوازي مع هذا القصف الجوي وأيضا بالتوازي مع القصف البري. نحن بانتظار وصول معلومات حول هذا الموقع الذي تم استهدافه، وفي محيط كما ذكرت حيي النصر والشيخ رضوان بالجزء الشمالي من مدينة غزة، ليس بعيدا عن المنطقة التي أقف فيها، ولكن يبدو أن المنطقة لا نعرف إن كانت هناك